ولد الناس. يا صاحبي الجلالة إذن مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي فحنا كنتواجدوا في بولانوار بالضبط في دوار نيميرو جوج اللي معروف خوتي كما تشوفوا معنا الناس فين ساكنين يعني السكن العشوائي مشاهدي قناة شوف تيفي. فاللي خلى هاد الناس يعني وهاد الساكنه خارجين باش يوصلوا الصوت ديالهم للجهات المسؤوله تيقولوا حنا عايشين في البرارك عايشين معاناه اللي هي حقيقيه الفقر ديال بصح وعاده زياده الاسعار كي غادي نديروا نسيروا مع هاد الوقت. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي فخليوكم معنا بغاو يوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين وكذلك يحكيوا لينا على المعاناه ديالهم. المهمتي انتيا كيفاش كتعيشي هنايا؟ انا عندي 3 دراري وراجل من 14 عام وما كاينش خدام عليا ما كاينش خدام عليا دابا عاد قرعه تاع الزيت ب 400 خاشه تاع الديك والبوطات والسكر وهاتاي غلا على المسكين باش ما غنهز هذوك الدراري انا ما عنديش عدي الله واليوم كنطلبوا رقصه ثانيه شويه زياده راه غلوا علينا حنا بزاف الدرب واش راه كيضيع شوف من حالنا والشعب ما عندناش عاش الملك قولوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك كنطلبوا يا اختي نقصوا علينا راه مغلوا علينا حنا شي الدرب واش راه كيضيع انا بعد راه ما عديت انا منهم هاد المغرب كاع اللي واقف راه ما عدي هما كلهم كاع واقفات كيغوتوا على هادشي تاع الزياده اللي زادوا عليهم ما كناديش السلام عليكم اختي والسلام على هاد الناس كاملين اختي حنا تنطلبوا بسيدنا يشوف من حالنا ويشوف من هاد الحاله ديال هاد الدوار ويشوف كاع من الناس كاملين وراه شو حنا راه تزادوا علينا بزاف هادشي حنا راه ما عندناش باش نشرو نص ايترو ديال الزيت ما عندناش وراجلي انا بعدا خدام عير ب 6000 ريال اش غادير ليا مع خمسه الوليدات والناس كاملين ماشي غير انا الناس كاملين وعايشين عا في البرارك ما عندناش الطواليطات حالتنا حاله ما تنصيبوش باش نجيبو تلقى صغيره نزيدوها ما تنصيبوهاش عندي خمسه الوليدات انا اصلا لا ما عاونونيش الناس راه ما كاينش اللي يعطيني وتنطلب من هاد هاد الزياده وهادي سميتو اللي تمشي عند شي واحد عاد تبغي تخدمي ولا تبغي سميتو ما تبقاش يقول لك حنا ولا حنا نيت حنا مغلوبين تنطلبوا من هاد الناس مسؤولين وهادي يشوفوا من حال الدراويش لما لاباس عليه راه عنده والدرويش راه ما عندوش باش يعيش وراه قرعه ديال الزيت صغيره حاليا حنا ما عندناش البوطه اللي تتزاد حنا راه ما عندناش اليوم خبزه شريتها انا ب 24 ما قطعتيش والخبز اليوم خزو ديال 120 غادي نجيب لك الخبزه غلباتنا 24 غلباتنا ما عندناش ما عندناش عندنا خمسه الوليدات خبزه ب 24 يعني شحال خاصك عندي خمسه الوليدات وهذا الشيء كامل تنضر انا بهذا الصيف كامل كل شيء اللي هنا مضر نفس المعاناه نفس سميتو حنا فواحد حنا فواحد الروضه منسيه كون داروا علينا الثور وخلونا هنا كون داروا علينا الثور ما بقاش يجي عندنا لا مقدم لا شيخ لا حتى واحد حنا في روضه منسيه حنا وجاو نساونا حنا حنا هنا ميتين كون داروا علينا الثور وخلونا وسط هذا الشيء وإلا درتي عير قصدي راه تيجي وقف عليك محمد تيجي وقف عليك السلطه تقول لك ما ديريش هذيك الطواليط ولا ما ديريش هذه ولا ديريش تنطلبوا دابا حنا من المسؤولين نقصوا علينا حنا ما في حالناش حنا راه دراويش حنا راه ما عندناش حنا لا ما جيناش بكتافنا ولا ما طلبناش لها الناس ما تعطوهاش لينا حنا تنطلبوا من المسؤولين
ديما نشوفوا من هاد الدراوش وتنطلبوا من سيدنا الله يخليه لينا تنطلبوا يشوف من حال الدراوش راه ما عندهمش راه ما عندش هاد الدراوش راه بصفه كامله كاع اللي ساكن هنا راه ما عندوش واش واحد سيدا اللي خدم من الصباح حتى ل 12 ديال الليل على 2000 ريال وما تيجيبهاش وتنطلبوا من هاد المسؤولين يعاونونا يعاونونا ويديروا لينا تحنات حنا راه حنا انسان واش انا عندي خمسه واش غادي نمشي للشارع غير حمني شي حد غنهز وغير حمني شي حد ما غير حمني حتى واحد ما غير حمنيش ما غير حمني حتى شي واحد غيشدوا لي بنتي يجروها غيشدوا لي سميتها يديروها حتى انا تنطالب بهاد الناس كاملين ماشي عا بسميتي تنطالب بهاد الناس كاملين تنطلب من السلطه وتنطلب من الناس مسؤولين وتنطلب من سيدنا يشوفوا فينا ويرحمونا لله ولا يديروا علينا حائط ويديروا لنا روضه هنا منسيه يديروا لنا هنا راه دم سن وصلات لنا العظم بزاف ما بقيناش قادين دادونا بها الزياده ما ولا غنهزوا حوايجنا وغادي نشوفوا نمشوا نقلبوا على في الريحوا حدا العامل ولا نريحوا في شي حاجه غنشوفوا شي بلاصه نريحوا فيها وتنطلب من السلطه وتنطلب من سيدنا يشوف من جيت هاد الناس يشوف من هاد جيت يعيشوا في البارك والقسطير والقطره على الصيف العقرب راه تنعيشوا واحد المعاناه بزاف راه تنعيشوا واحد المعاناه بزاف كان عندها مسكينه ستات الوليدات اش غتوكلهم هاد المراه اش غتوكلهم وإلا خرج شي عند واحد قلتي لي عطيني لاباس عليه تيسد عليك الباب ما تيقدركش ما تيحترمكش وانت تتعيشي في واحد الوضع تتجيب دموعك خاصك خاصة سيدنا يشوف لينا حتى حنا اللي ما عندناش كاين لي واحد مسكين من الصباح على 1000 ريال وتيجيبو ما تتقدوش على ايطرو ديال الزيت انا غنشري ب 400 والله ما نشري فاش ولي ب 400 والله ما نشري فاش ولي قايم ديال السكر ب 400 والله ما نشري خبز اليوم حاليا انا شريته ب 24 وما فصحتش نشريها ب 24 وما غاتكفانيش مع خمسة الاولاد ما غاتكفانيش معاهم وتنطلب من سيدنا وتنطلب من السلطة وتنطلب من الحكومة كاملة تشوف من حال هاد الدراوش حنا راه بزاف علينا وما قادينش على هاد المسؤولية وعيش سيدنا والله يخلي لينا سيدنا وشوف فينا الله يرحم والديك فعلا نعم تفضل السلام عليكم اختي زادوا لينا في الزيت ولحقوه 400 ريال خبز اليوم حطوا لنا مول الخبز 24 الخبز هكا كبيعوا فيها ادينا ربعة الوليدات بغات دير لي 24 هذا ما دير لي خبزه وجوج السكر زادوا فيه اتاي زادوا فيه ساكنين على في البرارك محنين مكرفصين ما نقولش لك اختي دقيق زادوا فيه حتى حاجه خبز خايشه دقيق 25 كضرب لي 10 ايام الله ينصر سيدنا والله العظيم باتي زادوا فيه حتى حاجه قالت السكر ما كيديش لي انا يومين مع الوليدات تبارك الله ربعه النفوس مساكنين في واحد السكنه ما نقولش مكرفصين وزيدنا الضو كيجيبونا شهر واحد قسم بالله على العظيم عندي شهر واحد فيه 10000 ريال 500 درهم في ورقه واحده باقا ما خلصتش وجاوني الثالثه والثانيه مكرفصين اختي على البرارك والقصدير والقطره والحاله وديما حنايا حنا كنطلبوا من سيدنا ومن السلطه يعاونونا كنحتارموا يعني الله يجازيهم بخير انتم في هذا الدوار يعني من اكثر الناس المتضررين مضررين بزاف مضررين يعني هذا الغلاء كمل كمل لينا بزاف اختي خذها والله القسم اليوم ما تقدينا حق الله العظيم ما تقديناش اليوم جيت لوالدي مدازو وشتها خاويه ما خصناش باش نتقدر خطره غاليه بطاطا دايره 100 تيكون عندكم السوق عندنا السوق اليوم جوج ايام محني مكرسين يعني سوق اسبوعي ما مشيش ما مشيش اليوم بزاف الناس بزاف الناس منهم هاد السيده منهم هادي بزاف الناس ما تقدوش اليوم محني حنايا حق الله العظيم ما نقولش لك والله عمر ربي فرج عدي تبارك الله ربعت الوليدات ما قداميش مول الدار ما قدامش حنا كنطلبوا من سيدنا يعاوننا والحكومه تعاوننا والله يفرج على جميع المسلمين يا ربي امين انا ما عرفتش نقدر انا اللي باغي هذا شدي انا اللي كليه عير الضو عير الضو هاد سميتو هاد 3 شهور كلها تجي 10000 ريال واش حنايا اش عندنا باش تجينا 10000 ريال فاش تمشي انا عند الناس يجي الناس انا تمشي عند الناس نقول خلصوا لي هاد الورقه ديال الضو تيقول لي اشنو عندك اشنو عندك قال وتجينا 10000 ريال ديال الضو اقسم بالله العلي العظيم تجينا 10000 ريال 8000 6000 كاين اللي جاتو 50000 ريال ضو 100000 كاين اللي جاتو 100000 علاش حنا عندنا البرارك علاش زعما جاتنا على هادشي بغينا نعرفوا علاش جاتنا الضو علاش حنا باش عندنا باش جينا الضو الناس لاباس عليهم قالك تتخلص 100 درهم تنحشم انا فاش يقولوا ديال الناس راه تنخلصوا حنا 100 درهم انت اش عندك وحنا عندنا عير التلفازه وبوله ما عندنا حتى شي حاجه حتى هذيك التلفازه وبوله حيدوهم حسن وحيدوا لنا الماكل وخلونا الناس مهجورين عين ساونا يديرونا روضه منسيه
ما عندنا حنا ما نديروا بهذا السميتو، حنا والله تحرمنا من بزاف ديال الحوايج. ولادنا طلعوا شمكاره بهذه البيئه، بهاد البيئه علاش ولادنا طلعوا شمكاره؟ ولادنا طلعوا ما قارينش، كون كنا حتى حنايا محسن عندنا الوضعيه وعايشين مزيان، ولادنا ما غيطلعوا الشمكاره. تيشوف واحد لاباس عليه تيبغي يضربو بالطوموبيل، كي غيدير هاد الدري حتى غيوقف ويدير هو تيتحقر في نفسه، تيتحقر الدري في نفسه. كاع الشباب تيتحقروا في نفوسهم، تيشوف واحد لاباس عليه ولا تينزل تيقول لي باعد لي على الطرب غنضرب ديال امك، وتيتحقر الدري في النفس ديالو، تتحقر الدري في النفس ديالو. حقاش حنا بحقاش حنا ما عندناش، وانت ولادنا جاو ما عندناش، ما عندهمش باش غيعيشوا الدراري مساكن، باش ما عندهمش مساكن تا هما باش يعيشوا، وزادوا بهاد الاسعار. يعني دابا الدري يجي عندك بغيت كتوخفي قدامه؟ اه ما عنديش، كي غدير هاد الدري وغتقولي لي ولدي ما عنديش، هو غيدير في نفسه. وبعدا كاين اي ولد يدير تيقول لك انا ولاش ولدتيني انا فاش ما قادش تصيري عليا. وراه تشوف الوضع كي داير، راه ما كاينش الدوله اللي حنا تبقى معانا ودير لنا البديل ودير لنا سميتو. اش غادي نوكلوكم باش غادي ندير؟ اش غنوكلوكم؟ حنا راه ما عندناش باش نوكلوكم التومه، ما عندناش باش نوكلوكم. تيشوف واحد لابس بادريه تيقول شو علاش هذاك؟ وحنا حناش ما عندناش، وحنا حقاش عايشين، حنا حقاش عايشين في براكه، ما عندناش الوضعيه باش عايشين في براكه. وتنطلبوا من سيدنا ارحم هاد الناس اللي ما عندهمش، ارحم هاد الناس اللي ما عندهمش. سيدنا ما في راسه والو، وحنا راه عايشين في الدل، عايشين في الدل والله. تا عايشين مرحومين شنايا، حق الله العظيم ما مرحومين هنا. تنطلبوا من سيدنا وتنطلبوا من الحكومه تشوف من حال المسكين بصفه عامه، ماشي انا بصفه عامه. المسكين راه مضرور، المسكين راه ما عندوش، الواحد راه ما تيخرج الا ربي اللي عان به، الواحد ما تتخدم على كتافه الا ربي اللي عان بها، ماشي عشقه هذيك المهنه ولا عشقه شي حاجه، الا ولادها اللي تدفعوها. شحال من حاجه تدفعوها ولادها. وتنطلبوا من سيدنا وسميتو يرحمنا ويشوف فينا ويشوف هاد امتي محمد كامله والدوله كامله باسرها. والله يرحم سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، والله يعاونه والله يحافظه ولا ما يشوف في هاد الناس. السلام عليكم. انا دابا انايا ما مشيتش كاع الجطيه اليوم هاد السوق، ما مشيتش انا باش نتقدى، ما عنديش اختي الفلوس باش نمشي. وانا دابا عاد السكر غالي، عاد الزيت غالي، عاد كلشي غالي، وانا دابا اش غنقول لك، انا كلشي عاد غالي. بغيت انايا يشوفوا من حالنا ويعاونونا باش نعودوا حنايا، فهمتي اش غنقول لك؟ هاكاك. وبغيت جلالة الملك يشوف من حالنا، اختي هادي ثلاثه خاصنا نوكلهم، بغيت جلالة الملك يعاوننا وشو من حالنا. هادشي اللي بغيت نقول لك، شو من حالنا. السلام عليكم. اختي هاد الدوار يعني ما تجمع اليوم وما هضر الا مضرور، يعني راه وصلت به العظم. اصلا هما تيعيشوا، ها تيعيشوا معاناة، ها تيعيشوا معاناة. يعني تصور انت يا ناعس والقطرة تتصب عليك، وخا تخملي ديما تلقاي العشة فوق القسطير. يعني تام بالنسبة للدراري، يعني دمك دمك تبيعي عليهم، يعني والمصاريف ولا تطلب بزاف. ويعني وانا مطلقة عندي جوج وليدات، يعني الوالدة باش غنريحها يعني زدتها مشاكل، يعني جبتها مشاكلي ومشاكل ديال ولادي. يعني باش تخرجي تخدمي تجيب واحد لقمة ديال العيش يلاه على قد الحال، وليتي دابا باغا تجيب قرعة ما غاتقدريش تجيبيها. عندنا المجتمع ما كيرحمش. ما تيرحمش. لاخرى شتي تخدمي، الهضرة الهضرة أصلا شادة فيك. يعني أصلا المطلقة مطلقة. ما خرجت تخدم المجتمع. تعطلت راه بحال هكاك، ما عرفت معطلة، ما عرفت على الله شادير. يعني المجتمع حنا ها الله يرحم لك الوالدين. يعني هذيك ما خرجت يعني إلا مضرورة، يعني ما خرجت هذيك لقمة العيش يعني واصلة للعظم. وحنا عندنا هنايا راه ما تيرحموش، ولكن حنا تنطلبوا من سيدنا يشوف فينا ويشوف في هاد الناس، يعني يشوف هاد الحالة فاش عايشين ويشوف هاد البلاصة فين عايشين. يعني ثمن الماء غيولي تزاد علينا راه العين في النهاية. تنخلصوها يعني تنخلصوها الشهر. كنسقيو البوادة وتنسقيو البوادة تخلصوها. اه وتنخلصوها، تنسقيو البوادة وتنخلصوها. يعني هاد الرجالة تقهروا، الرجالة تقهروا، راه تشرب بزاف علينا حنايا كما قالت سميتها، غيديروا علينا صور ويخليونا هنايا.
يعني راه اختي راه وصلت بهم العظم، يعني ما جاو هضروا اليوم وما جاو جمعوا، يعني راه وصلت بهم العظم. يعني اليوم اليوم الجوطيه الناس اللي لاباس عليهم راه مسوقين، ولا درويش مسكين ما ياكلش، راه ما دخلش للدار، ما دخلت شي حاجه، ما دخلش الدجاج اليوم داير معاك 360 360 دجاج. صومنا قالنا 360، يلا كي غديري يلا. كانت هي لاباس عليه غتاخذ راجل، ها حتى انا غناخذ راجل لاباس عليه. ايوا الحمد لله، حنا دابا تنديروا مع وليداتنا باش نجيبوا لهم شي حاجه، يعني ما بقاش هذاك الصرير ما بقاش كافيك. حيت الراجل اللي يعني ما تجي تصلحي حاجه تتهوج لك حاجه، ما تقادي حاجه تتهود حاجه، راه هادشي راه بزاف والله الا بزاف. راه حنا ما حنا المزلوطه راه بزاف علينا هادشي، يعني راه واصله بينا العظم صراحه الله، والله لا واصله بينا العظم. راه السوق اليوم ما مشيناش شي، والله زعما لحقنا العظم مزيان كاع، الحق وقفنا راحتنا حاله راه تشفي من جهه السكان، ما عطاونا ما فرحوا عباد الله، ما حقلوهم ما والو، خلوا القطر علينا ما حنين ولادنا، داري حرقوا ساكن بغا يحرقوا ومشى شي مشاو شي حرقوا شي عباد راه مكرصه، ماشي ما مكرصاش، انا كنطلب سيدنا يعاوننا، يعاون دراوش، يشمون حالنا، راه حنا زعما حنين مكرصين، كنطلبوا سيدنا بغينا خينا سيدنا ويحافظوا، كنطلب في الدراوش يعاوننا ويشمون جيت حالنا، وشوف هاد الناس مكرصين، وزعما راه حنا شي شكل محنين بزاف، لكن هادي اختي. ما غنبقاوش نطيبوا حنا بالزيت كاع. واش اختي غير هذيك المعاونه ديال رمضان، حق الله العظيم تمشي تصحاب لوصيبي، المعاونه ديال رمضان. تمشي تسحب لوصيبي، ولكن المراه اللي ما عندهاش راجلها ما خدامش، لا ما عندهاش راجلها وادي ما تتاخذش قليل، ديري لنا 10 اولاد، ولكن كلهم صحاب لوصيبي تياخذوها. وعلاش علاش حنا ما ناخذوش؟ علاش حنا ما دازاش فينا هذيك المعاونه ديال رمضان اللي تتفرق وتجي جيجي المقدم هنايا تختار اللي بغا، واللي ما عندوش ما تتاخذوش حقاش؟ علاش ما عطاش الرشوه؟ ما عطاش الفلوس، ما عطاش الفلوس، ما عطاوش كاع الفلوس باش يعطيك انت هذيك القفه اللي محتاجاها انت، ما عندك حقاش، ما عندكش هذيك 400 اللي تعطيها لك حزري بيها باش يعطيك ديك القفه. سميتي انت تطلبوا من السلطه، حتى حنا في هذيك عير هذيك ديال رمضان يعاونونا بها، عير هذيك ديال رمضان يعاونوا بها، حنا تنشوفوا على الناس، تنشوفوا الناس من تيساع، حنا تيعيطوا علينا وتيقولوا لي اجي دير المعاونه ديال رمضان، اقسم بالله العلي العظيم حق الله العظيم، وتنقولها من هذا المبربر والله الا خليني سيدنا تيخلينا سيدنا، والله الا انا حاليا واحد السيد تيعاونني بهذه السلعه ديال رمضان، وديما كل شهر تيقول لي سيري لهري وخذيها، اقسم بالله العلي العظيم تنقولها قدام هاد الناس كاملين، وهادو اللي هنايا ما تيرحموناش ما تيعطيوهاش. انا ما كتوصلش للبلاصه. يعني الملك تيعطي المبادره ويعطيها، ولكن هنا تيعطوها هما الناس لاباس عليهم، ولكن هنايا اللي في الدوار سميتو ما تيعطوناش هنايا، هنا منسيين وسيدنا بدون صافي، حنا البرارك عايشين معانا، العقرب عايشين معانا، ومدصين شاد دصها. شوفي اختي على هذه براكه تسكن فيها سيده، على هذه براكه، على هذه براكه تسكن فيها وحده، هذه براكه تسكن فيها مع وليداتها هنايا، راه حشومه كاع والله تعيب وعار، حنا راه والله مظلومين. كيعبدوا اللي ما كاريش راه مقعدوا. السلام عليكم، كنطلبوا اختي من هاد المسؤولين يديروا مع هاد الشعب شي حل، واش الشعب الشباب الدراري ما خدامين ما ردامين، وزادوها في الزياده ديال السلعه، راه بزاف على بنادم، كاين الدار فيه خمسه سته كيبقى ناعس ل 12، لا خدمه لا ردمه لا وزينات، ودايرين هاد البلاصه ديال الاقليم خريبكا فوسفات مول دوال اخرى، ودو هنايا في خريبكا ما داير لهم حتى شي حل، حنا عندنا بهيم ما صرنا ما نعطيوهم، راه الزرع كرمال، وكيقولوا حق الدعم جا، فين هو هاد الدعم؟ ما كاين لا دعم لا والو، هاي هاد اقليم خريبكا بونوار ما فيها لا دعم لا حتى شي حاجه، راه البهيم حنا كاين لا قطله غير الجلود من البركاسه، وكنوكلوا الغلم ديالنا حنا. والاخريه زادوا الدقيق والزيت وكل شيء فيه الزياده، علاش يزيدوا؟ حنا كنطلبوا من المسؤولين يحبسوا هذا الشيء، هذا الشيء حقاش ما كانش حل من عام هذا، تناضوا هادو اللي يلاه تبغاو يتهم يديروا بلايصهم، حبسوا هذا الشيء، زادوا فينا هذا الشيء بزاف. شوف دابا شحال ديال الامه ديال امه محمد، راه كاين اللي عاد تهرب من الكاميرا ما بغاش يبان. ولكن راه واصله، ولكن راه لاحقه لهم العظم، ما يبغى ما بغاو يعطيوهم بقاعي، ما بغاو يعطيوهم فين يسكنوا، زادوهم الماء يتخلص الضوء يتخلص، جيت بغات تري تحيد ياقا الطيره تحيد القطر على ولادك، جاو دقوا عليك قالت لا ما تريبيش ما تبدلي ما والو، طلوا الحيوط شو كيدايرين بنادم كاع مخربين عليهم، كيقولوا لي بغات تصلح شي حاجه، والاخريه والناس قالوا لهم سيروا طلعوا شكيو على بقاعكم، اللي مشاو قالوا ما كاين لا بقاعي لا والو، الاخريه خلاوهم هنا في هذه البلاصه، من الاحسن عاي سدوا عليهم، ما يبقاوش كاع يذكروا هذه البلاصه ديال خريبكا وبونوار، ما بقاوش يجبدوها. مسؤولين كنطلبوا منهم ينقصوا من هذا الشيء، حنا الشيء اللي باغين، لا بغاو يخليو منا ينقصوا منهم يخليو بنادم عايش على قد الحال، راه كاين اللي ما كدخل حتى 4 دريال النهار،
كاين بقى الراجل ناعس 12 11 ما خدام ما ردان ما باغي ما كاينش فين غادي يخدم خدام كيمشي للموقف ما كاين اللي كيمشي للموقف كيضل الخدام نهار كامل كاين مسكين دار عاودو كارد مشى الخريب قداوهم ليه بقى لهم العود الكار ما بقاش يخدم في الديور وما صافي المراه باغا تمشي تخدم في الديور ما بقاش لي باغي يدخل لا مراه لا ديري لا والو ما بقات لا ثقه لا حتى شي حاجه بقاش لا ثقه لا والو كنطلبوا من المجتمع ينقص من هذا الشيء من سيدنا بارك الله فيك اختي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كانت هذه صراحه صرخه قويه من ساكنه دوار نمر جوج بي جماعه بولانوار اللي صراحه كيعيشوا معاناه اللي هي ماشي اول مره تجي قناه شوف تي في دخلنا عندهم البيوت ديالهم شفنا كيفاش تيعيشوا شفنا القطره الشتا محنين في الشمس محنين الماء تيمشيو يجيبوه يسقي غير يخلصوا يعني تيشريوه تيجيبوه من العين اوكي سته البيدويات نعم يعني كيخلصوا وعد الماء تيجي كان كنسقوطا ما كتصبرش حتى الحوايج الا بغيتي تغسلي حوايجك هذاك ما تغسلش لك حتى شي الارض موسخه نعم كاين هنا عندنا الوسخ بزاف لا طريق مصوبه لا والو شوف الدراري اختينا هذه فين كيلعبوا كيلعبوا فعلا مشاهدي قناه شوف تي في فالناس اللي ساكنين يعني في هذا في هذا في هذا الدور الصفيح فهاد السكن العشوائي يناشدون كل المسؤولين تيقولوا باننا تقهرنا ما بقيناش قادرين باش اننا نشريو هاد المواد الاساسيه ما بقاوش كيفكروا في شي حاجه اخرى غير داك السكر وداك الزيت وداك الدقيق راه ما بقاوش قادرين انهم يجيبوه لوليداتهم لو يشريو الخبزه ب 24 يعني خبزه شنو غادي دير اللي عندها خمسه دراري سته الدراري والزوج والاب والام يعني راه لا اله الا الله طلب الله عز وجل الله يدير لك الخير كيعطي سيدنا كنشريو ب 2000 و200 كيعطيو سيدنا دير لنا الدقيق خاصنا ناخذ فابور وتبيعوه لنا في الجامعه ب 2100 حنا ما عندناش حنا هذيك وما تبغوش يعطيوه لنا صح بزز ناخذوا عليه المضاربه عاد تعطونا هذيك الخيشه ديال الكحل حتى كيدور على الكحل ودم دقد وحنا وشنا تناكلوا حقاش حنا فقراء ما عندناش وتمشيو نمشيو نتخاطفوا عليه ونجيبوا هذا وسيدنا عاطي لنا فابور ومن الاخر تيسبوك المقدميه وسمعتوا على هذيك الشويه ديال الدقيق كحل ويخزنوا البنات يعطوهم بالوجهيات على وتتخلصي ب 2100 وعامي سيدنا حنا فابور حنا تنشريو يعني هنا كتشوفوا بان الملك مفكر في هذه الفئه ولكن الامانه ما كتوصلش ما توصلش داير سيدنا داير داك الشيء ديال رمضان وسميتو وما توصلش الناس اللي ما عندهم توصلش تيتقاسموه وتيبيعوه لصحاب الوصيب حنا ما توصلش لينا داك الشيء وحنا ما تنشوفوا لا دعم لا حتى شي حاجه تنشوفوا حتى شي حاجه ولا جينا نشكي ولا جينا نمشيو عند مسؤولين باش تيعيرونا تيدورو فينا حقاش ما عندناش كون كنا عندنا غيستقبلونا احسن استقبال لكن احنا ما عندناش ما غيستقبلوناش مزيان تندويو على حقنا احنا ما تندويو على حتى شي حاجه راه تندويو على حقنا احنا ما تندويو على حتى شي حاجه احنا راه الله ينصر سيدنا راه ما مخسر لينا والو وسيدنا ما في راسه والو عين المسؤولين هما اللي تيديروا لينا هذا الشيء وتنطلب من سيدنا من صاحب الجلاله شوف الناس اللي ما عندهمش الناس لاباس الناس اللي ما عندهمش الناس لاباس عليهم راهم عايشين والناس الفقراء راهم ما عايشينش راه ما مهمشين والله حتى حنا مهمشين حق الله العظيم راه حنا كون عين داروا لنا شي صور ولا داروا لنا شي حاجه ما كاينش إذا مشاهدينا كنتم على المباشر من جماعة بولانوار بالضبط من دوار نيميرو جوج اللي المعاناة والفقر ديال بصح اللي وصلت للعظم وها هما اليوم يناشدون كل المسؤولين باش أنهم يشوفوا من حالهم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.